برنامج الرواتب والأجور لمجموعة السعودية. فريق عملنا هو ثروتنا الحقيقية. تحرص السعودية عبر برنامج الرواتب والأجور لمجموعة السعودية على مكافأة موظفيها المتميزين تقديراً لاجتهادهم وتفانيهم في العمل. يسر السعودية أن تعلن عن إطلاق برنامج الرواتب والأجور لمجموعة السعودية تحت شعار فريق واحد مستقبل واحد. يسر السعودية أن تعلن عن إطلاق برنامج الرواتب والأجور لمجموعة السعودية تحت شعار فريق واحد مستقبل واحد. أعلن سعادة المدير العام إطلاق برنامج الرواتب والأجور لمجموعة السعودية عبر رسالة مصورة موجهة لشريحة كبيرة من منسوبي السعودية، ويتبعها بعد ذلك خطاب تسكين موجه لكل موظف. يتضمن خطاب التسكين التصنيف والنطاق الوظيفي وكافة المعلومات الخاصة بك. تستطيع الحصول على مزيد من المعلومات عبر زيارة البوابة الإلكترونية sv.net أو من خلال قنوات الاتصال الداخلية المتوفرة لديك. في البوابة الإلكترونية sv.net سيكون هناك صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة حول برنامج الرواتب والأجور لمجموعة السعودية، كما سيتم دعوتك لحضور لقاءات توعوية لإعطائك مزيداً من التفاصيل التي تهمك حول برنامج الرواتب والأجور لمجموعة السعودية، وكذلك الإجابة على استفساراتك. إذا كنت ترغب في تقديم طلب لمراجعة التغييرات حسب أنظمة برنامج الرواتب والأجور لمجموعة السعودية، يرجى زيارة البوابة الإلكترونية sv.net وتعبئة النموذج المخصص لذلك قبل الموعد النهائي للمراجعة. سنقوم بتزويدك بالمعلومات الخاصة بالبرنامج. إن برنامج الرواتب والأجور لمجموعة السعودية محطة هامة في مسيرة السعودية. فريق واحد مستقبل واحد.